القرف ده، انا ايه اللي كان جابني؟ روح يا صوصة، امك عايزاك، سلمني عليك. قبل الناس من تمشي بهدى، لأن برات نعلي أكباسة. ده هنا في كبشة مزز لو شفتهم. حيطة تقع على بالنسوان كلها. كلها؟ مش كلها. اسعاف! بتعمل ايه يا ابن الكلب؟ انت فاهم انت حامل بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. بعد اذنك كده بنبص للسادة المشاهدين وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب. اعملوا لك استرايك للمتاع وقول لهم يفعلوا زر الجرس. ما تعمل لايك وسبسكرايب يا عم. انت بتزعق؟ طب مش عامل حبيب قلبي، حياة قلبي، شغل قلبي، تعب قلبي، جرح قلبي. فرن ذاتي الاشتعال. أميرة مين؟ يا خرابي أميرة يا خلوة، في غيرها في حياتنا؟ وبلدنا بقى في انفتاح واحنا بقينا مفتوحين. هحكيلكوا حكايتي يا جماعة مع الإكس، وانتوا احكموا بما يرضي الله، بس أهم حاجة تسمعوني. خد التقيلة. إيه هتسخ في وسي؟ لا يا راجل. مر العصر وكل عصر. يا ولاد العصر. قول لهم بتحب المعاكسات إيه؟ إيه يا بت يا جامدة؟ إيه يا بت يا جامدة؟ ده ايه يا بطل؟ حد يسيب ده ولا قلب مشي على الارض كده؟ فرس وعز جات لموزة وعسل وحلوة. انت مش بتحب كده؟ مش بتحب المعاكسات الشعبي؟ فرس ده رأيك جدع منك ليه؟ الله ما تتلموا شوية. عين هموت انا اللي هموت والله بجد. انا هتجنن 25 سنة حرمان. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. ده وزير السعادة في مصر، انا بحب دين امه على الطلاق. انت علاج الشمبرة يا ابن دين. ومغول غدش نام. انا مضروب بالمزيكا، المزيكا دي زي الشنيور. حلوة الفرصة دي. يا واد انت يا فابريكا يا حلو. مش هم بس. يا مثبت العقل والدين. ايه دراعات الملط دي؟ بيت والله هعضمك. اجرمت يلا اجرم امس يلا بيت. الحب ده بتاع العيال التوت يا زميزي، احنا ما بنحبوش، احنا بنحبه بس. حتى صورتي انا مش عايز اقول كلمه وحشه. احمص في كل مكان وعمال بتقولي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا يلا. ايه
معلقه ومشيت على وشك هطلع بوله ايس كريم. عارفين اسوأ حاجه في الدنيا ايه؟ ان انت تفضل تحب انسان، تفضل تحبه. ايه ده؟ ايه جاي مع مين ده؟ يزعلك وتحبه، يضايقك وتحبه، يجرحك وتحبه. مش طبيعي يا بابا. وتقول معلش، ما يهونش عليا، بحبه. ينقل ابو الحب، ينقل ابو الحب. خطا ايه؟ كلمي. والله العظيم مش خطا حاجه. ازاي يعني كده؟ طبيعي والله. ما ينفع، لازم تعمل لقلبك ستوب، بتقول له ستوب، اقف 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 يا كفايه. اسكت اسكت. كفايه كفايه كفايه. ايه ده؟ اسكت اسكت. هو التاني عشان هو ملكك وعارف ان انت في ايده، يفضل يضغط عليك، يضغط يضغط يضغط. ايه جرايك انت كوخ؟ انت حد اسلك على طرف؟ ايه مفيش رحمه؟ مفيش ايه؟ انما اللي في صدرك ده حقيقي. بقولك ايه؟ انا ساكت عليك. سرقة مستودع العنانين لسه محدش يعرفها. دي اتحدفت علينا من انهي داتي؟ حق ابوكم لابو اللي جابكم. انا قصر الجواز كمان. الشيطان لو عايز يخش لأي بني آدم يخش له عن طريق واحدة ست، ومش أي ست. ليه؟ عشان انت محتاجة كرم جابر يشقلب. أي واحد ذكر بيتكلم وبيشتم البنات على النت محتاج كشف حمامة. أوكي. خبر ايه يا مارا؟ خبر ايه يا مارا؟ ماشي. انتوا يا صحابه لو شفتوا الفيديو ده روحوا اعملوا له كشف حمامه، بس لازم تاخدوه على غفله. اوكي. ادفع عليكم. جبرت قضيت النهارده. اخلع يا اسطى. بصي لايك اعملي شيء. نايس تقول لي فعال الجرس. مالك؟ والله نفس المعنى. ايش هذا؟